عمل عسكري، انا نوهت على الشيء هذا قبل مره بقناتكم الكريمه، ما في عمل عسكري، لا زالت الفصائل الثوريه في الشمال السوريه تمتد الى اليومنا هذا، ولا زالت المناطق هي ما في تقدم لا من جهه نظام بشار الاسد والقوات الروسيه المجرمه، ولا من جهه لكن الفصائل المعارضه الكريمه. تصاعد الأعمال والقصف المتبادل بين الطرفين في الفترة الأخيرة. يعني هذا الشيء اتوقع صار مناوشات روسي، يا ضرب قصف روسي رد عليه من الفصائل الثوريه قصف روسي يعني، ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. هل العمل العسكري يتطلب توافق بين الأطراف المختلفة في الصراع السوري؟ نتحدث عن الحكومة السورية، روسيا، النظام التركي. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، يعني يجب علي أن يتفق جميع المعارضون، جميع من هو مسؤول اليوم عن الملف السوري من الداخل أو الخارج، ولا وهذا الشيء مستبعد نهائيا أبدا، لا يمكن أن يكون هناك عمل عسكري قريب بنظر من الجهة الاقتصادية للنظام السوري المتهالك، من جهة الحرب في غزة، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذه العوامل أدت إلى وقوف المعارك في سوريا، ولو كانت العوامل موجودة لما سقطت الغوطة أو درعا أو حمص أو حماة أو أي منطقة أخرى في سوريا. الحكومة السورية تعلن دائما أنها تستهدف منظمة أو تستهدف هيئة تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة سابقا، وهي مصنفة على قوائم الإرهاب. نفس الأسطوانة في درعا عندما قصفت السوريين، يعني أستاذ الكريم أنت مطلع على الشأن السوري ولك باع نعم وإعلامي ما شاء الله، يعني اعطيني قيادي واحد قتل في جبهة النصر، اعطيني عناصر تم ما ابدا هذا القصف على المدنيين، وجبهة النصرة هي والنظام يعني في نفس المكان، يعني هي والنظام وجهان لعملة واحد، يعني لا يختلف جبهة النصرة عن النظام نهائيا، اعطيني قيادي واحد. الم يعني النظام السوري بيعرف يستهدف كل اماكن المدنيين والاطفال والابرياء، ما بيعرف مقر ابو محمد الجولاني، يعني هذا الشيء اصبح من الماضي وسخيف التحدث فيه، لأن السوريين بيعرفوه حتى اللي عمره 5 سنوات. أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي محمد شهزار الزعبي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من دورتموند الألمانية.